بدي ارجع صوب شوي باتجاه السياسه، لانه كنا عم نحكي عن موضوع حوار التيار والحزب. ما قلت لي هل انتم تعولون على هذا الحوار؟ بتشوفوا انه ممكن يوصل لنتائج ولا هو فقط لتقطيع الوقت؟ لا، انا يعني بالمسار اللي عم يمشي فيه، لا في شيء عالي من الجديه، في كثير جديه. وانا بعتقد في امبارح وصلت الرساله المكتوبه اللي كانت مطلوبه، شو تصوره للقضايا اللي طرحها الوزير جبران. نعم. بسيط. حتى سمحت السيد امبارح قال انه هيدا الحوار جدي جدي، ولكن قديه الطلبات ممكن انها تتنفذ؟ يعني موضوع اللامركزيه الاداريه الماليه الموسعه، هيدا شيء معروف انه انتم رافضينه. احنا يعني هو مش شيء. بس حزب الله بده يلتزم على الوزير جبران، بس في نحن عندنا معيارين بمقاربه الامور حتى ما نستعجل. نحن ما قريناهم بس نقراهم بنقول هي بنمشي فيها، طلع اعلنوا بنقول هيدي جيده وبنمشي فيها، وهيدي لا نحن ما بنمشي فيها. بالموضوع اللامركزيه الماليه بدنا نشوف وين شو الاطار تبعه وين حدوده. في جزء منه في اليوم لامركزيه ماليه، البلديات مش لامركزيه ماليه. ليش نحن وقت اللي بنحكي عن اللامركزية الإدارية الموسعة بنحكي توصل لوين ما بدها على قاعدة؟ في شغلتين محظورين. أولا كنا بنحكي بالطائف، قلنا نخالف الطائف ولا نخالف الدستور، وثانيا ما نهز وحدة البلد ونهز مركزيته السياسية. لأنه أنا سمعت كمان أحد النواب من كتلة الدكتور جاي من كتلة القوات اللبنانية، أنا أتمنى أن أكون زلت لسان، من حوالي 3 أسابيع حكى عن اللامركزية السياسية. شرحي لي شو هي اللامركزية السياسية؟ هي ما بعد الفدرالية، لأن الفدرالية ما بتطير اللامركزية السياسية، في الكونفدرالية بتطير كل. فنحن ما لازم يعني كل شيء نقدر نجاوب عليه وقت اللي بصير بين إيدينا، بندرسه بنقراه وبدأ. ما عنا ايه ولا ما عنا شيء اعمى، عنا ايه عنا لا وقت اللي في شيء يتعارض مع الدستور، وعنا لا اكبر وقت اللي شيء بهز وحدتنا الوطنيه. نعم. ما نمشي. بما يخص الصندوق الائتماني، يعني ما بعرف تقسيمه كيف بده يصير يرجع أنا بعدين. ما طلعت على الائتماني. إيه بس ما هون كمان مشكله كله عم يتناقش بمجلس النواب الصندوق الائتماني. هلا في الصندوق السيادي تاع الثروه النفطيه، انا بعتقد كثير منيح واتمنى انه يقر يوم ال رح نحكي بهذا الموضوع قد ايه مدى انه ممكن يكون في نصاب، ولكن بموضوع صندوق الائتماني عم تقول بده يتناقش بمجلس النواب، وبالتالي كيف بيقدر حزب الله يلتزم مع التيار الوطني الحر بهذا الموضوع؟ هو عم بيطلب من هذا الباب، البعض بيعتبره انه هو ماضي على الوقت. انا بدي افترض حزب الله بده يمشي بكلهم، اخر شيء بيقدر هو يلزم حاله، يلزمش الاخرين، ما بيلزم الكتل الثاني، وهو بيعرف تماما وانه لا بده يصير هول الاخرين. لذلك وقت اللي عم نقول الحوار مش يعني الحوارات الثنائيه اليوم شغله جيده بحاله الانقطاع اللي موجوده بالبلد، بتحرك شيء بالمياه الركضه. هو الافضل هو الحوار حول العناوين كبيره. هلا خلينا نحكي بس بحوار رئيس الجمهوريه، وبعدين بيجي رئيس الجمهوريه وهو يدير هذا الحوار. نعم. كل شيء كيفيه من اداره الدوله الاستراتيجيه الدفاعيه، نخلص شنو القضايا الكبيره نحطهم على الطاوله وبالتمعن وبهدوء وبمنطق، مش انه والله كل واحد عنده فكره بده يعني بدي انا افرضها على الاخرين. نحن ما بدنا نفرض شيء على الاخر، ولم نقبل حدا انه يفرض علينا شيء نحن مش مقتنعين فيه.